مشاهدينا حلقة جديدة من موعدنا شباب، وزي ما بنقول دايما كل يوم انه البرنامج بس مش لايف على التلفزيون، كمان تقدروا تسمعوه على الراديو. وموعدنا شباب دايما معاده من الساعة 6:30 لحد الساعة 8 بتوقيت السعودية. احنا اربعة بنقدم مع بعض. انا الفطار كان حلو النهارده فالواحد اكسايتد. انا وريم واستاذة مها واستاذة شهناز، ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. لابسه ابيض كده ومنوره. ده مش ابيض على فكره، ده بيربل ولا بينك؟ اليوم طقمين. معلش بقى، البيربل والبينك اخوات. هم اخوات. ايوه انا بسالك انت، صح؟ هم اخوات صح؟ تقريبا. تقدري تقولي لي الفرق بين البيربل والبينك؟ من نفس الفئه. من نفس الفئه بس كل واحد لون يعني. دايما بنكون معاكم ودايما بنكون عندنا كل يوم سؤال للحلقه، وبيبقى عندنا كمان مواضيع مختلفة، صحة وجمال، وبنتكلم على التكنولوجي، بنتكلم على الترندنجز. والنهاردة طبعا عندنا كلام كتير على المباراة بتاعت نهاية تشامبيونز ليج اللي بتهم كل الشباب سواء بنات او اولاد. كلنا بنحب نتفرج على النهائي وبنشوف، وخصوصا النهائي ده ليه طعم يعني مختلف شوية عشان فيه محمد صلاح. أيوة. كلنا ايه محمد صلاح. واكيد هندردش معاكم فيه في شوية ارقام وحاجات كده معانا وبيانات جايبينها عشان نبقى عارفين اكتر المباراة داخل على ايه. كمان هنتكلم عن الصحة وسؤال الحلقة، بس عشان ما نساش انه اين تفضل مشاهدة مباراة الدور النهائي، مع او لو مباراة ما بتحب تتفرج مع الاهل والاصدقاء، ولا بتحب تتفرج برا، ولا بتحب تتفرج في البيت لوحدك، فين تقدر تتواصل معنا وتكلمنا على ارقام التليفونات الموجودة قدامكم على الشاشة. النهاردة زي ما تعودنا بنبتدي دايما مع الصحة، والصحة خلاص احنا اديناها لقب الدكتورة مها. الحمد لله. شكرا دكتورة. دكتورة لو سمحت، كنت بعاني من شوية حاجات، اتعالج ازاي؟ ايه ايش الحاجات بالضبط؟ لا انا مش عارف، انا بقول اي كلام. لو سمحت فين السماعة؟ النهاردة هتقولنا انت نتعالج من ايه؟ اول شيء اليوم رح اتكلم عن فوائد الزبادي. صراحة كل بيت لازم يكون موجود عندهم الزبادي، خصوصا في رمضان، لأن الزبادي يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيزيوم، كلها هذه فيتامينز تفيد صحة الإنسان. أول شيء الزبادي يساعد في تقوية العظام والأسنان، لأن طبعا المكون الأساسي من الزبادي هو الحليب، اللي في ناس يسمونه زبادي، في ناس يسمونه لبن، في ناس يسمونه روب، فيختلف الحليب. فلذلك هو يساعد العضلات ويساعد يمنع هشاشة العظام. ثاني شيء الزبادي يقوي المناعة، يعني بالضبط يقوي المناعة ويمنع الأمراض المعدية اللي ممكن أنه إحنا نكتسبها. ومنه بيعدل نسبة الأسيد بالمعدة. بالضبط إحنا شايفين هنا. ويسهل عملية الهضم ويعزز ويساعد في تخفيف الوزن كذلك، ويمنع ارتفاع ضغط الدم. فله العديد من الفوائد، ونقدر في ناس بعض الأمهات يعملون الزبادي في البيت. يعني ماما كانت تروب بالزبادي بالبيت والله، أو اللبن. بالضبط في ناس ما هي معدية، صرنا نحن نحكي سعودي على بالضبط. في ناس حلاوته بعد السحور كده بتاخديه، هو يعطيك احساس بالشبع انه ثاني يوم ما راح تحس بالجوع، فينصح انك انت تتناول الزبادي على السحور. يا اخي بجوع بعد ساعتين انا. مش انت لوحدك. كلنا نجوع. لا بس الزبادي الطبيعي اللي بيتعمل في البيت ده بيبقى فعلا ليه طعم تاني خالص، عكس الزبادي اللي بتشتريه يعني من المحلات المصنعه. اللي في البيت بيبقى عليه طبقه كده من القشطه. الله. لا مش حلو. احنا معنا هذا الشيء، احنا ممنوع من عنا هذا الشيء. طبعا المعلومات اللي بتقولها مها دايما بتكون معلومات فعلا حلوه، بنقعد نبحث فيها كده وندور عليها ونقول نتكلم ايه عن الصحه، وبيبقى عندك شويه حاجات كده حلوه. فايه اللي هننتقل عليه دلوقتي؟ الحلويات طبعا معروف في رمضان كلنا ناكل حلا. انا طبعا ما انت اول ابدا ما اكل حلا. انت اول. انا ابدا ما احب اكل حلا. الحلا تبعي شفتي يعني قبل شوي انا لما كان قدامي الحلا بعد الفطور، هل انا اكلته؟ لا ابدا خالص. الحمد لله شكرا. اعوذ بالله. اعوذ بالله استغفر الله. ممكن انك انت تستبدل الحلا في رمضان باشياء مفيده، مثل التمر والفواكه المجففه، مثل الزبيب والمشمش والتين. زي ما احنا شايفين ممكن استبدال، اصلا هي غنيه بالسكر فتعطيك احساس انه انت اكلت سكر، بلس انه انت شبعت، يعني ما انت بحاجه الى انك انت تاكل حلا. طبعا التمر معروف بفوائده، حتى الفواكه المجففه. والشيء الثاني واللي انا مره احبه هو
هو الدارك شوكليت او الشوكولاته الداكنه بالعربي الدارك شوكليت، لانه يحتوي على نسبه كبيره من الكاكاو اللي هو اصلا يحتوي على الحديد اللي ما حد يعرفه، انه يحتوي على الحديد، وبلس انه كميه الحليب والسكر في الدارك شوكليت تكون مره يعني نسبه مره ضئيله. بس يا الله ما بحب الدارك شوكليت. انا مره احب الدارك شوكليت، اذا تعودتي عليه اذا تعودتي عليه خلاص ما هو فايده، خلاص الواحد ياكل شوكولاته وخلاص. لا عشان الشوكولاته فهتدافع على الشوكولاته. انا صرت من لما بديت اكل الدارك شوكليت بطلت احب الشوكولاته العاديه. في ناس هيك، في ناس هيك، تعرفت على كثير من الناس ومن اصدقائي لما بيصيروا بيحبوا الدارك شوكليت بيفضلوها كثير عن الشوكولاته العاديه. بالضبط. بالاضافه ممكن ان احنا نسوي الفواكه صحن فواكه او فروت سالاد تحطين عليها عسل او مكسرات، تستغنين عن مثلا الاشياء اللي فيها سكر او زي الشيره او هذه اللي يحطونها فوق، ممكن نستعمل العسل بلس انه ممكن نستخدم الفواكه بالفريزر، يعني نسويها ايس كريم. اوكي وخصوصا نحن فصل الصيف وحر ومحتاجين ناكل ايس كريم. انا مره جربت اعمل الموز، عملته كل شيء محتاجين ناكل رائعه الصراحه، حطيته بالفريزر، جبت الموز و والله يعني سويته، جرب اسمها ايه يعني، هرسته جامد جدا، او كان في يعني فيديو على اليوتيوب اتفرجت عليه وعرفت شويه تفاصيل كده، فعم تبقى حلو قوي. هي كل الفواكه من تحطها بالفريزر من تصير فروزن تصير اطيب، سبيشلي العنب بالصيف والله. جربوا تحطوه بالفريزر يصير كلش طيب هيك كانه ايس كيوبز. انا ما مجربه بس خلاص اليوم حجرب. لازم تجربونها يا جماعه. من الصحه انت جايبه لنا خبر ثاني، في خبر ثاني غير الصحه، من الصحه خبر يخصك انت، تحب هذه الاشياء. ايه اللي هو اكيد شفتها ولا ما شفتها ما اعرف، بس اثناء تدريبات كريستيانو رونالدو بالغلط وهو قاعد يتدرب ضرب احد المصورين على وجهه، وطبعا هو ما كان طبعا بالغلط فاعتذر وعطاه السترة اللي كان يلبسها او اللي كان يرتديها يعني اعتذارا منه عن اللي عمله، بس هو كان طبعا عن طريق الخطأ. هو عامة متوتر بشكل كبير، ده اللي انا اقدر اقوله. مسكين ما بالضبط يعني هذا عشان المباراة حقت اليوم، فهذا اثناء التدريبات. لا مباراة اليوم لازم تنحضر، بس مسكين المصور يقولون اتعور بحاجبه وجابوا له الدكتور ويمكن غرزه او شيء زي كذا. هو عامة بقول لك متوتر وخايف من محمد صلاح، بس انه هو اعتذر يعني. خايف انه خلص انت اصريت انه هو خايف. لا اصلا شفت له انترفيو الصراحه ما عجبنيش خالص رده فعله. الانترفيو دي كانوا بيسالوه عن محمد صلاح لسه قريب جدا، وفي الانترفيو دي هو راح قايل لا ما انا مش شايف اي تشابه بيني وبينه، انا عارف ان كريستيانو رونالدو حصل على افضل لاعب كذا مره. لا بس هو ما قال شيء غلط. لا بس قال هو اقصر مني وانا بلعب بدماغي وهو ما بيلعبش بدماغي. انا مو متحيزه، لا بس هو ما قال شيء غلط، يعني انا احب محمد صلاح واحب كريستيانو، بس انه كل واحد مختلف عن الثاني. ايوه انا فاهم، بس انا هو رده بقى قوي، انا لانه ميسي فاحكي لي عن لا رده ما كانش رد، يعني انت عارف الناس دي كلها بتبقى واخده دروس في البي ار وازاي يردوا وازاي تكون ردود في افعالهم يعني فيها نوع من انواع الدبلوماسيه ويعرف ما يغلطش، فهو غلط في ما رد وقال، يعني هو باين قد ايش شعوره. بعتذر منك. نعم انا فضل. بقول انه هنن في عندهم ايجو كتير عالي، فمن الصعب يعني انه هنن يشتبهوا بي حتى لو مثلا حطوه بقدام ميسي حيعرف ممكن يرد هذا الرد كمان مره ثانيه، بما انه حتى لو ميسي اخذ كمان بمقدرته بنفس المستوى انه اخذ كمان افضل. اعتقد لو ميسي كانت سال السؤال ده كان هيرد باجابه احسن. لا حيرد انه اوكي ميسي يمكن من احسن اللعيبه وانا ما ممكن اني نزل من مستواه كمستوى، بس انا رح اشوف انه ما في تشابه بيني وبينه، خصوصي انه كريستيانو رونالدو نحن بنعرف انه في عنده شوفة حال، بغض النظر انه كريستيانو رونالدو كتير انساني ومعروف انه هو فات بامور انسانيه كثير كبيره، ومنها انه هو شال الوشم عن جسمه لا يقدر يتبرع بالدم بشكل نظامي. هذا الشيء طبعا ما فينا ننسى له اياه كايقونه بالفوتبول، بس انا بقول انه هدول الناس او يعتبروا سيلبرتيز هلا، فكل واحد عنده نسبه ايجو معينه
للي هو فيه. عامة احنا بنسخن بس لسه في كلام على الكرة اكتر وهتشوفوا. على كلنا مع محمد صلاح. ايوه كلنا عندنا اراء كتير حلوة. بس بحب كريستيانو. من وجهة نظر الشباب ومن وجهة نظركم تقدروا تشاركوا معنا في سؤال الحلقة اللي هو لو انت بتتفرج على مباريات هامة زي مباراة النهاردة تحب تتفرج مع الاهل والاصدقاء ولا الصحاب ولا برا ولا جوة في البيت ولا فين بالظبط؟ كلمونا على الارقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشة ونروح لبريك ونرجع لكم أنا تاني. انا مع الصحاب. انا مع الصحاب برضو. يلا بينا. نرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. طب بصي بقى انا المره الجايه انت اللي هتقوليها بس عايزك تقلديني يعني تحاولي تجيبيني صح بالبريك اللي بعده في جايزه اهم حاجه في جايزه ولا لا جوائز. طبعا اموت في الجوائز. كملين في حلقتنا موعدنا شباب كل يوم من الساعه 6:30 للساعه 8 بتوقيت السعوديه بنكون معاكم في مواضيع شبابيه وكل ما يدور في بلدنا الحبيب الامارات وبلدنا العربيه اكيد هنتكلم على شويه الاثار امبارح شفنا الناس وشفنا فيديوهات وهنتكلم كمان على الماتش بتاع النهارده فكل اللي بيدور فيه طاولات الاصدقاء والخروجات بتاعتكم هتلاقونا احنا كمان بندردش فيها النهارده كمان بفكركم اليوم العاشر من شهر رمضان الكريم المبارك الواحد حاسس ان الوقت بيعدي بسرعه 10 رمضان مثل ما قلنا باول حلقه انه صار سريع لا 10 ايام انا اتخضيت النهارده اول ما عرفت ان النهارده 10 رمضان كل سنه وانتم طيبين طبعا واللي ملحقش يلحق الدنيا ماشيه وعايز احكي لكم كمان على حد فيكم يعني كلنا شفنا افلام ليها علاقه بالكنوز وبيدور على كنز والكنز فين انتوا عارفين في كذا قصه حقيقيه ان في كنوز مش يعني موجوده ومش معروف وين هي مظبوط وفي قصه اعرفها بجد يعني راجل في امريكا تقريبا امريكا الجنوبيه حاطط كنز في حته وساب الخريطه و300 شخص لغايه دلوقتي بيدور عليه ومحدش قدر يوصل للكنز كنز يعني مبلغ مالي كبير وذهب وياقوت ومرجان والحاجات الحلوه ياقوت ومرجان لكن عامه هم في سفينه اسبانيه غرقت من فتره هي كان اسمها الله. سان تايتانيك وان مور تايم لا مش تايتانيك في القرن الثامن عشر من حوالي 300 عام يعني وكان على متنها كنوز تقدر بحوالي 17 مليار دولار بالقيمة الحالية واو. ده وفقا لمعهد وود هول لتصوير المحطات فلقوا ان السفينة يعني غرقانة ولقوا فيها كل الكنوز اللي كانوا بيدوروا عليها قرب كولومبيا وده كان بواسطة روبوت بيغوص تحت الماء لحد ما وصل ولقى الكنز واخده الروبوت لا اللي هو طلعه للناس طبعا واخدوه الناس خلاص يعني لو شو عملوا بالكنز شو عملوا لا ما اعرفش بقى دلوقتي بيخش عارفه انت المتاحف والحاجات دي بتروح حتت متاحف مين هي حتى الاشياء بيتي عادي يكون متحف هو عامه ما بيكتبوش فعلا لا اللي كانت بالتايتانيك كمان بعدهم يلاقون اشياء منها كمان صح لسه لحد دلوقتي لان خلي بالك السفينه كانت كبيره قوي بتاعه التايتانيك دي كانت واحده من اكبر السفن في العالم يعني هي اكبر سفينه بقارنها باكبر سفينه ولو قريتي كتاب كتاب بتاع غرق سفينه التايتانيك مش من الفيلم من معلومات لا انا اقصد الكتاب فيه معلومات حلوه جامده جدا يعني يعني مثل شو مثلا يعني اولا انتوا عارفين كان في امراء كتير موجودين على السفينه كان في في معلومات كتير بتحتاج حلقه ان انا احكيها لك لكن هي الفكره كلها انه الفيلم بس احنا اللي واخدين منه بعض اللقطات صور شويه الوضع كان عامل ازاي بس غير الفيلم الحقائق اللي كانت موجوده والقصص اللي موجوده جوه السفينه 3000 فرد كان مسافر يعني يعني فالموضوع كبير عامه النهارده برضو عندنا مكالمه هتكون بعد شويه مع فنان جميل هيحكي لنا على الابديتس بتاعته ايه الجديد بتاعه هيشجع مين النهارده وعامل ايه قريب وهنتكلم اكتر على ماتش ريال مدريد وليفربول ريال مدريد وليفربول الماتش كبير الماتش تقيل بس انا مش عايز ارغي ان احنا الثلاثه احنا الاربعه يعني انا اعرف شويه في الكوره والرياضه بس هم البنات انا بحب وجهه نظرهم في الكوره وبحب قوي لما بيتكلموا عن الكوره وتلاقي كده بيدوا سنس كده سنس حبه قفشات سريعه احنا عايزين بس نكتب التوقعات عشان بكره انا عايز افتكر عشان مش فاكر احنا قلنا شهناز 1-0 ليفربول 1-0 ليفربول انا بكتبه على الهواء وعايز المشاهدين كمان تبعتوا لنا توقعاتكم على السوشيال ميديا عشان نشوف مين اللي هيجيب التوقع صح ليفر والريال وشهناز قالت 1-0 وانتي وانا 1-0 بقول مع شهناز لانه قررت اني اكون مثقفه مثلك وانتي وارجع بالتاريخ انا 1-0 ريال مدريد 1-0 ريال مدريد مع ريال مدريد ريال مدريد اليوم. مها اوكي
ما حقد عليك زعلان. النتائج اهي، النتائج اهي، والاستاذه ماشي. انا المفروض انا كمان اتوقع يعني. اه طيب وانت توقعاتك؟ اتوقع 2-1 لليفربول. ليفربول مع اني يعني جوايا شعور ان الماتش هيبقى فيه جوان اكتر، يعني احتمال توصل 3-4 3-3 3-3 يعني هيبقى فيه، لا لان الماتش فيه لو انتوا فعلا متابعين، فرقتين اقوياء جدا، فرقتين خط هجومهم قوي جدا، محمد صلاح وماني وفيرمينيو، ناس تقيله جدا، ولاعيبه ريال مدريد كمان من الفرق القويه جدا. فالهجوم بتاع الفرقتين الاقوياء والدفاع بتاع الفرقتين ضعيف شويه يعني مش قوي، فبتحس ان كده هيبقى في مجال لاهداف كتير وبتاع. تتفرجوا فين بقى؟ ودي اللي عايزين نتكلم فيها. انتوا بتحبوا تتفرجوا مع الاصدقاء؟ مع الاصدقاء اكيد. انا احب اتفرج اذا يعني الطلعه بها شباب، لان الشباب هم اللي يحبون هذا الموضوع، بس اذا بنات وحدهم ما حتحس انك فاهم السالفه. بس البنات لما بيجوا مع الاولاد بتقلب ان هم قاعدين يرغوا مع بعض في المواضيع، لا لا بيجوا ساعه الجوني هي اصلا نتحمس. انا واحده ما احب يعني ما افهم في الرياضه مره كثير، بس اذا تابعت اتحمس يعني. لكن بتتابعوا الماتش بكل تفصيله فيه بجد؟ اوكي. لا يعني ما نكون فاهمين كل تفصيله بس نشوف. يعني مش عارفين. طيب احنا عندنا مقارنه هنطلعها لكم دلوقتي على الهواء، المقارنه بشكل كبير بتوضح الفروق ما بين كابتن محمد صلاح واللاعب اللي اسمه رونالدو. اللاعب اسمه رونالدو زي ما انتم شايفين. محمد صلاح هو بيلعب في ليفربول طبعا، خاض 14 مباراه في دوري ابطال اوروبا، سجل 11 هدف وخمس اهداف، تمكن اللي هو عمل اسيست او ساهم في صناعتها، ومجمل الدقائق لعبها 1079 دقيقه. ده كان اجمالي مشاركات. لو بصينا بقى للناحيه الثانيه رونالدو هتلاقوه لعب 12 مباراه جاب 15 هدف، مما يعني ان هو افضل من محمد صلاح في الاهداف المعيار التسجيل، بس اللي تمكن من صناعتها 3 بالظبط. فهو محمد صلاح بيساهم بشكل كبير انه يساعد على اهداف اكتر من في دقيقه بيناتهم كمان، في دقيقه ما بينهم والاثنين طبعا الكاميرات كلها والاضواء كلها متسلط عليهم بشكل كبير يعني. من الصبح انا متابع كذا حد من اصدقاء ليا موجودين في اوكرانيا دلوقتي، لانه النهائي بيتلعب في كييف في اوكرانيا. وكل سنه للمعلومات اللي ما يعرفش، النهائي تشامبيونز ليج بيتحط له مدينه من قبل ما البطوله تبتدي، هي اللي بتستضيف النهائي. طبعا ده بيشجع السياحه، ويعني هتلاقي كل اوكرانيا دلوقتي مليانه اسبان ومليانه انجليز رايحين يشجعوا طبعا ليفربول او ريال مدريد. فالفكره كلها المقارنه بعد ما شفناها توضح قد ايه قرب الاثنين في بطوله واحده. وخلي بالك محمد صلاح بيتفوق في نسبه التسجيل بتاعته برضو في الدوري الانجليزي، ان هو عمل يعني رقم قياسي كسر بيه رقم كريستيانو رونالدو اللي كان موجود بيه في مانشستر يونايتد. احنا نفتخر يعني كعرب بمحمد صلاح. احنا مبسوطين يا من وانا كمان مدريدي وبحب مدريد يعني. بس هي يعني رابح ماجر كان اخر لاعب عربي قدر يسجل هدف في نهائي تشامبيونز ليج، ومن ساعتها شفت فضلنا نتشرف بيه ونقول عليه ونحكي عليه. فانه ترجع تاني يكون في لاعب عربي هيمثل العرب في نهائي تشامبيونز ليج، ونتمنى ان هو يعني يشارك في النهائي ويسجل هدف. زي ما قلت لكم برضو انه الفكره كلها الاحصائيات دي كلها بيعتمد عليها كل مدربين الكره في العالم في اختيار اللاعبين. يعني ريال مدريد لما يلاقي محمد صلاح عامل الارقام دي هما هيموش بالظبط عليه. زي على ذكر يعني حاجه معينه، في ناس كتير بتسال ليه مثلا بيبقى ارسنال مانشستر ريال مدريد برشلونه بيختاروا اللعيب على اساس ايه؟ كله احصائيات طبعا، مش عشان شكله ولا مهارته، ممكن لعيب مهاري جدا لكن فعاليته مش قويه. صحيح. في لعيبه تلاقيها مثلا عامله انه اكتر لاعب بيجري في اوروبا يعني محقق كيلو يعني. هسه هو محمد صلاح اكيد مطلوب من هوايه انديه صح؟ جدا جدا، في كلام كبير جدا جدا، واعتقد ان هو مأجل الكلام لبعد كاس العالم كمان. لانه يعني كاس العالم فرصه لظهور بقى بشكل تاني خالص، والمحفل الدولي الكبير اللي نتمنى ان احنا نشوف مصر او المغرب او تونس او السعوديه في الادوار اللي بعد التمهيديه. فالنهارده الماتش كبير وانا اكسايتد جدا، وهم كمان. انتوا هتفرجوا بره خلاص كله عارف، عملتوا خطط من الصبح، كان في مكالمات والناس بتتكلم. انا معزومه عند بيت صديقتي عشان والله صدق عشان اتفرج المباراه. يعني انت هتفرجي البيت مش في مكان عام؟ الاماكن كلها فل يعني اليوم. الجروبس كلهم دخلوا. انت شفتوا قبل البرنامج على الواتساب انا بتخانق وناس حاجزه وناس مش حاجزه الموضوع فعلا، لانه فرصه تقعد تخرج وتتسحر كمان، لانه في توقيت دبي بيكون الساعه 11 الا ربع فالناس بتتسحر وطالعين بالظبط.
في مثلا في مصر هتلاقي بعد الفطار الناس كلها تلاقي بتتفرج على ماتش وهي نايمه. لا لا صدقني بيتحمسون. بيتحمس عليك. طب وبتحبي الاجواء بتاعت الماتش السناكس؟ احلى شيء اصلا انا اروح عشان الاجواء. الاجواء. لا اجواء صراحه مره حلوه تكون. لا انا اتمنى انها تكون مباراه حلوه والناس كلها تستمتع بيها. عندنا مواضيع مختلفه لسه هنتكلم عليها ولسه عندنا الترندنج كمان مع ريم جايبه لنا شويه اخبار سريعه كده وحلوه. وبفكرك هيكون معنا مكالمه كمان وهيكون معنا مع شهناز اخبار ترندنج ومواقف غريبه اطلالات النجمات. انا بحب قوي الاطلالات بتاعنا. في حد من الفنانين النهارده مهتم بالماتش؟ شفتوا اي حد معلق حاجه؟ صراحه انا ما شفت بس اعتقد اكو منهم هوايه يعني هم كعرب لانه محمد صلاح بالموضوع فاغلبهم مهتمين. وبعدين كمان محمد صلاح الفتره النهارده كمان شفت فيديوهات كتير من حاجات كتير بتتكلم عن محمد صلاح. هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. استنونا في موعدنا شباب زي ما قلت لكم. يلا بينا. معاكم مكملين موعدنا شباب ودايما ها غيرت البداية. ودايما بيكون عندنا مواضيع مختلفة رياضية فنية تكنولوجيا صحة كل المواضيع الشبابية اللي بنحب نتكلم فيها معاكم بنتكلم مع بعض فيها ونحاول نغذيكم بالمعلومات ونغذي نفسنا. بس طبعا عشان اتكلمت على الكرة شوية والرياضة هما الثلاثة بنات زهروا دادوا راح التالت لي لا انا عايز اتكلم على اطلالات الفنانات فشهناز اليوم راح نروي المشاهدين عدة اطلالات للفنانات بشهر رمضان الاعلاميات او المغنيات يعني النجوم بشكل عام. طبعا بهذا الشهر هم يعتمدون على اللوكات اللي تكون مثلا قلابية او قفطانات مثل ما نشوف هاي الاعلامية رؤى الصبان دائما معروفة باطلالاتها الملكية والكلاسي. فهي لابسة ثوب خلينا نقول لونه أبيض وغولد. أكو ناس تختلف يعني التسميات هاي الدرسز يعني ممكن بسوريا يسموه غير شيء ما أعرف أنتوا شو يسموه قلابية أو قفطان بالمغربي. بس طبعا يحاولون إنه اللبس يكون أول شيء محتشم إنه بشهر رمضان ما يلبسون اللبس اللي مثلا الديلي نلبس وياهم. عندنا إكزامبل ثاني اللي هي لجين عمران الإعلامية المعروفة هنا لابسة درس لونه مارون أو عنابي وبي بلت أسود فهيك منطيها مين أطلالة راقية كلش كتير راقي كتير كلش كتير. حلو أنا حبيتها. وهمين عندنا فنانات من يروحون سحور أو ينعزمون المناسبات مهمة يعني يعتمدون اللوكات اللي تكون سيمبل بس بنفس الوقت حلوة. فهاي أمل العوضي لابسة اعتقد هو يعتبر همين قفطان بس لانه سمبل وبي مثل ريش او ديتيلز من قدام قفطان مودرن لانه ما دا يستعملوا الاوريجينال يعني مثلا اذا لبسوا القفطان الاصلي المغربي حيكون بيه شغل اكثر او الوان اكثر بس الصوره اللي شفناها احنا انه بس لون اسود واحد فمنطي لوك راقي اكثر. وكل ما يروحون مناسبات حتى اذا كانت بالبيت يعني مثلا هاي الصوره اللي هسه نشوفها إذا أكو أي عزيمة بالبيت هم يقدرون يلبسون اللبس الرمضاني لأنه يعتبروهم ثيم يعني أنه لازم الوحدة تجي لابسة هيك شيء عباية أو شيء طويل حلو وحلو القفطان والعباية تبع حتى من نروح طلعات عادية يعني بكافيهات أو مطاعم عادية تلاقي الناس اللي لابسين لبس كاجوال مو مثل اللي لابسين مثلا ثوب أو شيء حلو. وهاي الفنانة يارا دا نشوف صورتها لابسة همين الثوب أزرق. وطبعا الألوان يعني دا يختارون كل شيء ماكو لون معين أو ماكو لون محدد ماكو ترند يعني بشهر رمضان لأنه كل ما كانت الألوان أتليست يكون لون سادة واحد إنه حيطلع حلو لأنه مثل ما قلنا هو وان بيس يعني قطعة واحدة فمدى يشكلون بالألوان بالضبط. ما مهتمة بالموضوع شكلي صفنت على الصور. أنا بص على الله لازم فستان زي ده. لا لا عامة القفاطين حلوة صراحة حتى باللبس يعطي إطلالة كذا كلش راقي كلاسي كذا حلو حتى يحلي الجسم خصوصا الأشياء. أنا أميل أكثر إلى الأشياء الناعمة أكثر من اللي ما بيها اللي فيها الشغل. و
عندنا في الخليج، في الخليج اكثر شيء يعني غير القفاطين نلبس العبي. العبي أيوة. بس على اشكالها طبعا، مو البشت بيقولوا له، في البشت مو العبي التقليديه. احنا نشوف بشهر رمضان انه تبطل العبايه التقليديه السوداء، تصير بها ديزاينز والوان، وفي الوان صار تتغير. بدل الاسود صارت الوان ثانيه، فما شاء الله عندنا المصممات يتفننون. وصراحة أنا مرة أحب هذا الستايل يعني، يعجبني. وهمين أكو بنات يعتمدون هذا الستايل اللي هو الرمضاني مثلا بحفلة خطوبة، يعني أيوة. يسوون ثيم صح. إنه الثيم هو الدرس القفطان أو درس من أي دولة عربية، ويسووا ثيم فكل البنات يجون لابسين نفس الشيء حتى تطلع إطلالة أحلى أو موحدة. طب الرجالة نلبس إيه؟ عادي في كاجول. الرجالة إذا إذا المناسبة بيها هاي اللبس التراديشنال يقدرون هم يلبسون الكندورة مثلاً أو أي شيء مع الشباب، لأن أنتم معتكم خيارات مثل يا رمادي يا أبيض يا أسود. بالضبط، بس بي 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 لازم أنسق اللون لو معايا مثلاً لو إعلامي أو فنانة معها. طبعاً يعني مثل ما أنت من تلبس بدلة إذا وياك وحدة بالمناسبة لازم لون مثلاً تسموها أنتو كرفطة تكون نفس لون للدرس، أو حتى المنديل اللي يحطوه هنا همين يكون متناسق وياه. صح. والشراب الشراب ما وصلنا الى الشراب. دي اطلالات الفنانات اللي معانا ولا لسه عندنا اطلالات ثانيه؟ دي الاطلالات اللي بس عندنا، هو بس كله لابس نفس اي دائما يعتمدون نفس الستايل برمضان. والفكره كلها انه المناسبات واحده في رمضان، فالفكره ما بقتش فيها يعني ما فيهاش صعوبه، لانه كمان الافراح والخطوبات بتقف في شهر رمضان بقى لحد بعد شهر رمضان بيبقى في بقى بعديها انطلاقات انطلاق رهيبه، ده لازم يستعدوا له الناس بقى بفساتين. ويعني انا في مره كنت فاكر رمضان اللي فات كان في جوازات كتير قوي معزوم عليها، قلت لهم اجيب لكم بدل ومظلم منين انا كل ده. بس انتوا المشكله اسهل عندكم يعني البدل اي جس، احنا ما نفرق بين اذا انت لبست بدله اليوم ولبست بدله ثانيه باكر، ما راح افرق بيناتهم خالص باللون يعني. يمكن الشباب هم بين بعض يفرقون انه يشوفون الديتيلز، بس احنا ممكن. طب بالمناسبه دي هحكي لك قصه تضحك جدا احكي لكم مشاهدينا. كان في بروم اللي هو حفله التخرج، وكان في دايما في البروم الشباب بيختاروا او المسابقات دي بيعملوا لا بيختاروا اللي هو بس دراست ومين الكينج ومين الكوين والحاجات دي كلها. فكان في مدرسه يعني مش اصدقاء ليا كلهم لابسين بدله من مصنع واحد اوكي وبعد يختاروا بس درست واحد منهم، فالباقي كله قال اذا كان كلنا لابسين نفس البدله بقى من جد على اي اساس اختاروا الثاني؟ دي بتاكد القصه بتاعتك دليل انهم ما يلحظين. لا بس خلي بالك في بدل لا طبعا يعني اكو اللي بيها ديتيلز اللي اكو منهم تكون مات او تلمع يعني. أيوة. نشوف احنا هاي الاشياء بس عادي اذا لبستها اكثر من مره ما راح فرق معنا فستان دي وفستان دي بس الفستان يبين. وفي ترند اللي بعد شهر رمضان او الناس داخله على حاجه بفساتين معينه اشكال معينه؟ بصراحه لا ماكو هسه شيء معين، لانه هم كل فتره يعني دي يدخلون على شيء، هي حسب الموسم. بس بشهر الصيف، بشهر الصيف موسم الصيف معروف انه دائما الناس يلبسون اشياء ملونه او اشياء بيضة حتى تبين التان او اللوك الصيفي او الالوان الباستيل. لو عدنا نتكلم على الازياء والميك اب معاهم ممكن نقعد لحد مش بكره حلقه موعدنا شباب بعد بكره كمان ممكن نقعد نرغي فيها. احنا النهارده سؤال حلقتنا بيتكلم على المباراه بتاعت ريال مدريد وليفربول او اي مباراه هامه بتحبوا تتفرجوا عليها. فين بتحبوا تتفرجوا عليها؟ في البيت ولا ممكن تخرجوا بره؟ تحبوا تتفرجوا مع الاصدقاء؟ ايه هي تقاليدك وعاداتك في المباريات دي؟ ممكن تكلمونا على ارقام الشاشه. كمان بنتكلم على التكنولوجي والصحه والرياضه والفنانين، وبيبقى عندنا مواضيع شبابيه مختلفه نحب ندردش معاكم فيها. وكمان عندنا فقره بدون كلام بعد شويه هنلعب المسابقه ونشوف مين اللي هيكسب النهارده، وعندنا السكتش اللي في الاخر بنتفرج عليه. هنطلع على بريك ونرجع لكم تاني على طول في موعدنا شباب، استنونا. يلا بينا اوتيكو. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، بس انا هبقى المره الجايه احرك شفايفي وانت اللي تتكلم. طيب اوكي. تعرف تعملي صوتي كمان؟ لا. مع فقره الترندنج مع الاستاذه ريم، عرفينا كل الجديد وايه اللي بيحصل بقى عشان
عم نشوف فيديوهات لبرنامج المقالب اللي بتصير برمضان، ومنا معروفين تبع طبعا برنامج رامز اللي انا بكل صراحه ماني كثير من محبينه. لا بقى بس بقى. انا بحبه معليش، انا مره احبه. شو هذا كلكم قلبتوا علي؟ لا لا بس هو النقاش ده بيحصل في كل حته، تلاقي حبه معجبين بالبرنامج وحبه بيكرهوا البرنامج. بس ايه اللي بيحصل عشان يصير في هيك تساوي؟ حدا يكرهه معي، حبه يكرهه معي. فشفنا عدة لقطات للفنانين اللي هو طبعا بيجيبهم. أنا بالنسبة لي صار البرنامج شوي تمثيلي أكثر ما أنه برنامج يعني الواحد يضحك فيه، بس التمثيل جدا قوي لدرجة أنه العالم لهلا عم تضحك. ما عم صدق أنه لهلا العالم ما عم تعرف أنه أو مو ملاحظة أنه مين القاعد معهم أو مين هذا المدرب يعني اللي قاعد معهم. يعني واضح جدا انه هذا يعني شيء مركب. هو صراحه الصوت ايه مبين انه هو يعني انا حتى اللسان ما عم يتحرك ماشي يعني. بس انا اقول لك على حاجه، انا هشبهها بحاجه سريعه جدا. المصارعه كلنا بنحب ال WWE وال WWF ونتفرج عليها، وهي تمثيليه في الاخر المصارعه. مش المصارعه الحره اللي هي لكن طبعًا. في مصارعه الرياضه الاولمبيه دي حاجه تانية، لكن انا بتكلم عن المصارعه الحره اللي بنتفرج عليها دي كلها تمثيل في تمثيل، وبنعجب باللي بيحصل والاكشن وبيتخلق منها قصص. انا لا انت كنت تتفرج على ايه زمان وانت صغير؟ لا انا كنت احب المصارعه. بصي يا هو عامه فانا بقصد انه يعني كنت اقول محمد صلاح، رامز جلال واخد عالي خالص. رامز جلال تمثيلي طبعا والموقف تمثيلي كله، بس بيضحك هو بيقول مثلا من جد بريتوس كانتوس وعامل حاله يعمل الكلام ده. لاموري وماموري هلا حفرجيكم، هلا حفرجيكم معنا فيديو جيبوا؟ ايه طبعا فينا نشوف الفيديو. فينا نشوف الفيديو بس نسينا نقول مع مين اخذنا الحديث واخذنا القرارات. الفيديو طبعا مع الفنانه الشهيره شيرين عبد الوهاب. اوكي معنا نشوف الفيديو بليز. اللي بيحصل اللي بيحصل فعلا تمثيل حلو زي ما انت بتقولي. بس التمثيل رائع يعني بشكل رائع جدا. بس كان في صوره اي ثينك حطيناها بس ما بعرف اذا رح تنعرض. على اطلالته قبل. ايوه اطلالته قبل ما قبل ما تتبهدل مع رامز. هلا انا بصراحه هو انا ولا هي عن جد ضعفانه شيرين عن قبل؟ ايه صراحه لا هي ضعفانه. ضعفانه صح ايه. ضابط ان هي خسه يعني. ايه خسه. اوكي بسبب ايه تفتكروا؟ ما حرف الحب هي حسام طبعا كان هلا صاب رامز حسام صرخ قلت له بيقولوا الصريخ بيخسس الوزن اللي هنصرخ كل يوم اوضه بقى كده وقفلوها لي عشان عايز اصرخ شويه النهارده. لا بس يعني الاطلاله بتاعتك كنت هتقولي عليها حاجه؟ لا اطلالتها كانت حلوه بس يعني انه من اطلالتها كان بس الشكل انه شكل انه هي انسانه ضعفانه. بس بشكل عام البرنامج ككل انا ما كتير حبيته. يمكن اول بايت منه كان احلى شيء، بس انا برايي صار كتير مثل ما بيقولوا كوميرشال اكثر ما انه تمثيلي كتير. انا هرجع بس للاطلاله بتاعتها عشان كنت حاسس ان انت هتتكلموا على المنقط الذهبي واسود اللبس اللي هي لابسه ده ايه؟ لابسه تريننج سوت وعادي بودي تحت الباي كاجوال. اوكي لان اول ما شفت الصوره افتكرتكم هتتكلموا على الموضوع ده. لا لا هذه قبل يعني بس كده. ده كان في روسيا قبل البرنامج؟ ما بعرف ولا اوكي حسب يقول لي اوكي. فلان واضح ان هو كانت لابسه شتوي وروسيا الجو برد وده ريسبشن بتاع الفندق مثلا ومش عارفه او كانت ممكن تبقى عارفه انا مش عارفه بس المهم انها تبهدلت. بس انا ما حسيت انه هو تمثيلي يعني. ممكن اكو منهم ناس من اللي جابهم كانوا دي مثلهم بس مو كله يمكن. صح انا اقول كده يعني. بس انا اعرف ان هو بيتقال انه في مقلب بس ايه نوع المقلب لا ما بيبقاش معروف. هي او انه منه اللي حيسوي يعني ده اللي اعرفه بشكل كده من معلوماتي ومصادري الخاصه في هو صراحه سواء تمثيل ولا مو تمثيل انا احبه يعني كشخصيه. هو رامز يضحكني. انا من معجبينه واحبه مره كثير صراحه.
معليش انا بعتذر منك. بفكركم بسؤال الحلقه يعني... مشاهدينا عشان انا هحاول افصل قبل ما الخناقه تحصل. انه بتحبوا تتفرجوا على الماتشات المهمه في البيت ولا بتحبوا تتفرجوا عليها بره؟ بتحبوا ايه التقاليد بتاعتكم في الفرجه على الماتشات؟ انا ولا مره فيكم حد سالني يعني بتفرج فين بقى اول سالناك على فكره وقلت لي شفتوا انا هلا كيف انعجقت وكيف كل مكان فل وعم إيه بحجز. انا ظلمتهم يا جماعه واضح انهم سالوني الزهايمر عندي. فكر في محمد صلاح بقى اخذ عقله محمد صلاح اليوم. لا الفرج لا ماتش النهارده بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير لا مش حياه وموت يعني مش الدرجه دي يعني اتمنى ان هو يجيب جون بجد اتمنى ويكسبه طبعا مش كفايه ان هو يجيب جون ان شاء الله. فابعتوا لنا وكلمونا على الارقام اللي بتظهر قدامكم على الشاشه او ممكن تقولوا لنا توقعاتكم على النتيجه في السوشيال ميديا وابعتوا لنا برده على الارقام او ممكن تكلمونا على ارقام توقعاتكم ايه. شاهناز توقعت النتيجه 1-0 ليفربول، ريم 1-0 ليفربول، مها 1-0 ريال مدريد وعنبه 2-1 ليفربول. ما حبيت ليفربول. النظره لما قلت مها شفت رمزتك كده اصلا ليفربول ولا ريال ريال لا هو عمدا اعتقد يعني بشكل كبير انه لازم يبقى عندك شويه تشجيع جواك كده ما فيش. شوف انا عندي الجانبين انه عشان محمد صلاح اوكي طبعا لبس احمر النهارده اوكي بس في نفس الوقت انا من زمان يعني اشجع ريال مدريد من زمان ويعني ولاء قوي انا اشجع ريال مدريد بس توقعاتي ليفربول. شوف 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 بس انت النهارده تشجع مين؟ ما هذا سؤال مش مهم مش توقعاتك. اللي يفوز اللي يفوز انا شجعت. هذا من شويه قلت لكم هيكون معنا مكالمه مع فنان جميل وهو الفنان احمد حسن هنتكلم معاه دلوقتي ونعرف منه حاجات كتير. الو الو انت كل ده فين؟ بلادي بقى. اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. النهارده عيد ميلاد احمد حسن. هابي بيرثدي. عايزين نقول لمشاهدينا مين احمد حسن سريعا. احمد حسن كان في اكس فاكتور ومن الناس اللي عملت ضجه هي واربع افراد كمان وكان اسمهم ذا فايف وراغب علامه ومين تاني كان معجب بيك قوي؟ احكي لنا كده على الذكريات وبعد كده نبتدي. ايه كانوا في اللجنه والحمد لله خلصنا عملنا اغاني كتير ودلوقتي بقى بدات اشتغل مع نفسي شويه مع نفسك او عايز تاخد بريك؟ لا يعني نشتغل برضه مع الشباب والواحد يشتغل لوحده برضه. طب احمد قول لي النهارده عشان بس قبل ما نبتدي اسئلتنا كل حد فينا عايز يسالك شويه اسئله سريعه بتشجع ليفر ولا ريال مدريد ومتوقع ايه؟ بص انا ريالاوي عارف انت عارف الكلام ده بس يعني عمر الريال ما فرحني زي او خلانا صرخنا زي ما محمد صلاح خلانا صرخنا. الله الله هو ده الكلام هو ده الكلام. انت قضيت علينا جوزين. انا كده مع ابن بلدي النهارده. يعني متوقع النتيجة كام ولا هتسيبها كده؟ بص الماتش هيبقى صعب عشان انت عارف يعني الريال بيلعبوا لعب مفتوح والليفر الدفاع بتاعهم شوية ضايع ف الماتش هيبقى يعني زي ما متوقع انه هيبقى رايح جاي فيخلص الفرق 1-2 للفرقة من الفرق يعني لحد من الاثنين بس انا نفسي طبعا الريال يكسب 2-1 او يعني انت معاي اوكي الحمد لله لقيت احد معاي. الليفر الليفر طيب الحمد لله الليفر اوكي لا انت طلعت مو معاي انا بكرهك. الليفر قصدي مش الريال. طيب حد فيكم عايز يسال احمد حاجه؟ ما بده يغني لنا على الهواء؟ انت هتغني طبعا صح؟ بدك تغني لنا ادينا حته من موضوع الليله جينا. اوكي او احكي لنا احكي لنا ايه قصه الليله جينا اصلا؟ هاي بدها انستا ستوري. الليله جينا دي اغنيه انا عاملها لمصر اللي وصلنا لكاس العالم اخيرا بعد 30 سنه فان شاء الله تنزل قبل اسبوع من كاس العالم هيبقى ان شاء الله على يوم 9 يونيو وربنا يسهل فممكن نقول بقى حته منها تقول جينا الليلة جينا وعلم بلادنا وفي دينا جينا الليلة جينا احنا ولادنا مصر ف... لا عم بقطع الصوت لا عين قدر عصاب اكيد حلمي بعيد وانا وصلي
روح ما روح عدي الباب مفتوح فينا طموح هنكمل بيه بس كده. حبيبي يا احمد برافو عليك، جميله جدا. هي الاغاني دي بتبقى الناس مستنياها دايما في الفتره بتاعت اللي هي قبل كاس العالم، وعشان تزيد من الحماس والتشجيع. وشفتك كمان على الانستجرام، كان واضح ان انت هتصور من كل حته في مصر، كنت عمال اشوفك في كل حته اصلا. بس انا بالفعل صورت، عملت كده رود تريب في مصر كلها بالعربيه. الو الو اسكندريه اكيد مع القاهره. الو الو، طيب ايوه معاك. معانا اهو. طيب لفيت في محافظات مصر يعني، وصورت الفيديو كليب، هينزل برضو مع الاغنيه قبل اسبوع من كاس العالم. بالظبط ان شاء الله هما ينزلوا هما الاثنين مع بعض، الاغنيه والفيديو كليب ان شاء الله. مبسوطين قوي يا احمد بمكالمتك النهارده، ونتمنى التوفيق لليفربول اكيد. وبشكرك وكل سنه وانت طيب يا حبيبي. شكرا. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك محمد، وسلمني على كل الناس. ثانك يو. ثانك يو. باي باي. دي كانت مكالمه مع الفنان الجميل احمد حسن من ذا فايف، وهو بيستعد لاعمال كتيره جايه في السكه. هنطلع لبريك ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. يلا بينا. رجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه مكملين مشوارنا. وكانت واخده موبايلي عشان بنتصور صوره سيلفي، بس الفكره كلها ان الصوره واضح انها ما بتعجبهاش، لان احنا بنقعد نعيد الصوره 19000. لا انا بقول عن نفسي قمر. حلوه. وريني انا كده شكلي بس. ايه ده تحطها؟ يا ساتر. مكملين معاكم فقراتنا، وسؤال الحلقه هو لو في الماتشات الكبيره الهامه، نهائي كاس عالم، نهائي تشامبيونز ليج، ديربي، في الماتشات الكبيره عامه بتلاقي ناس بتتجمع عشان تتفرج مع بعض. في ناس بتحب تتفرج مع اصحابها، في ناس مع الاهل، في ناس مع مثلا زوج وزوجته يحبوا يقعدوا مع بعض. نادره دي ولا بتحصل؟ نادره. يكون في حد بيعملها، او بيبقى في ساعات كمان اللي هو فكره ان انت تتفرج لوحدك، واحد بقى بتحب فريق معين فمش عايز دوشه ومش عايز صداع. انت بتعمل ايه بالظبط؟ ابعت لنا او كلمنا على الارقام اللي بتظهر على الشاشه. بدون كلام، المفروض هي الفقره اللي هنلعب دلوقتي افلام فيها، وعندنا كمان فقره السكتش. فمين هيبتدي بدون كلام؟ يلا ابتدوا انتوا. انتوا اللي هتبتدوا. انتوا انتوا هدفنا صعب. ها؟ صعب. ايش هو؟ الكلمة صعبة. لا مو صعب. انتي عارفة؟ انتي تعرفين؟ ايه اعطتني اياها. اوكي. انتي جاهزة؟ لا. انتي مينفعش تعرفيها. طيب انا عندي واحد. والله؟ انا. اما انا هذا اللي قلنا. هذا اللي لهم هم. انت اللي هتمثل؟ انا ولا انتي؟ انتي مثلي النهاردة. انا مثلت امبارح. طب اعطيها الورقه. اوكي. لا هذه حقتنا، انت اعطيهم الورقه حقتهم. الخناقه اللي على الهوا دي مش هتنفع تستمر. هي الورقه حضرتك. أوكي. يلا انت مثلي لي الفيلم. انا امثل لك. انا مسلسل. مين ده؟ ايه اسمه ايه؟ يلا بينا. اوكي يلا. ام اكسايتد. انا هبدا. انا اوكي. فيلم. لا مسلسل. اوكي. كلمتين. تمام. حاجة كبيرة. اوكي. الكون، الدنيا، حاجة كبيرة. ايه هي الحاجة الكبيرة دي؟ في حاجات كبيرة كتير في الحياة. كبير. بيت، قصر، مبنى. عرفتها. انا عرفتها. بحبك قد الدنيا. اكيد ما حقول يعني. لا. يلا عشان الوقت، عشان ما نخسرش بقى. لا. كبير. كبير قوي. إيه؟ انا كبير. انت كبير بمقامك. مين؟ كبير. طب كلمة تانية ايه؟ يلا خلص الوقت. كلمة تانية. اوكي. اوكي كلمة تانية. طوابق بقى. حد نايم. حد نايم. لسه معنا وقت حسب بيقول. لوحة. تلفزيون. مربع. مكان. خلص مكان. مكان النوم. غرفة النوم. النوم. النوم بس. ايه؟ طب رجع لأول كلمة كانت حاجة كبيرة. ايه؟ حاجة كبيرة بننام فيها. صح؟ البيت الكبير. ال 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 ايه؟ كده. الأوضة الكبيرة.
حسن ساعدني يا حسن، ده واحد بيسقف في استاد. يا لهوي ايه خلاص البيت الكبير يلا. لا ها جلاد بلاد بلاد كبير الوقت خلص. جراند اوتيل جراند اوتيل فندق فندق سهله جدا. كيف فندق بدك تمثله؟ مش عارف. يلا خسرت اليوم. ان شاء الله. بس حلوه حلوه كانت سهله. وضحي شويه. اوكي يلا بينا انت. اوكي مسلسل اماراتي ده ينعرض برمضان. كلمه واحده. اوكي طريق. لا 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 والله شوفوا البارحه كان الهيبه واليوم طريق يعني والله العظيم يعني انا منظري وحش قوي قدام اصحابي يعني كثير يعني كثير هيك كان يعني حتى ما كملنا دقيقه كيوز مي يعني هذا كان كثير طويل عن جد كثير كثير طويل تبعنا كان كثير صعب. يلا معلش لازم نكون بتمثل ازاي يعني جراند اوتيل كل ممكن لو سمحتوا انا اطالب بشغلات اسهل. كنت تقولي السياح بيروحوا يناموا فين؟ وضح لي اكثر. قلت لك مكان طوابق بينام ما فهم تفهم علي ما صح عندك يلا يلا خلي روحكم رياضيه تكون معليش مثل روحك الرياضيه ايه طبعا بس سريع السكور ايش قد صارت؟ لا عامه ايه السكور السكور صار انت كذا مره تكسبي انت اعلانه تقريبا يعني انت جايبه ثلاث مرات كل التيمز لا لا ما احنا خلينا نمشي السكور كل واحد بيطلع بكم يعني طلع بنقطه يعني انت عرفتي ثلاث مرات ورا بعض فانت لا كده غش غش ازاي انت على الفريق مبسوطه ان انت الاول يعني ولا ايه خلاص انا الاولى عامه المسلسل كان حلو جدا جراند اوتيل ده من المسلسلات كان المسلسلات الرائعه ضجه كبيره كان رمضان اللي فات ولا قبله لا اللي فات اي ثينك لا ولا اللي فات لا مو رمضان كان رمضان بس اللي اوكي يمكن سنتين ثلاثه سنتين ثلاثه وطريق دلوقتي هو اللي شغال مين ابطاله نادين جيمس وعابد فهد عامه نرجع تاني لموضوع الماتش وما ننساش النهارده في مباراه كبيره جدا بين ليفربول وريال مدريد وسؤال حلقتنا هو لو هتتفرج على الماتش ده بتحب تتفرج عليه ازاي مع حد من الاهل من الاصدقاء مع لوحدك كلمونا على ارقام الشاشه الموجوده قدامكم وهنطلع بريك ونرجع لكم تاني بقى عشان نجهز للسكتش يلا بينا يلا بينا اشربوا ميه يا جماعه اشربوا ميه رجعنا لكم مشاهدينا تاني في موعدنا شباب وفقراتنا زي ما متعودين بنتكلم على الصحه تكنولوجي رياضه وبعد كده نتكلم على الترندنج نيوز واطلالات الفنانين ومواضيع مختلفه شبابيه بنحب نرغي فيها زي ما بنقعد في اي مكان نتكلم مصر على فيها. كلمه نرغي نرغي ايه هي غلط نرغي نرغي يعني لما بنقول ان احنا كلمه بيرغي او بنرغي يعني بيحكي كتير لا ما احنا بنحكي كتير هننكر ولا ايه معانا بقى دلوقتي فقره السكتش وهنتفرج على سكتش يومي كده بنعرضه بيبقى فيه موقف ما وبنبتدي نشوف الموقف ده مفروض هيبقى تحليلنا ايه ليه وكمان انتوا كمان كمشاهدين ده غير اللي بنشوف هيكون عندنا الحكم المسبق ولا لا ونشوف واليوم انت بدك تحط محل يعني نفسك بمحل كل واحد فيهم ولا نشوف انت كيف ممكن تتصرف وانت كمان لا انت اليوم حاط تقول لا انت طب شغل الفيديو حسب لغايه ما اشوف الموضوع ده النهاردة يا شباب كده خلص موضوعنا عن البنات المساهوكة والمحسوكة هنتكلم المرة الجاية خير يا حبيبي عايزنا أقلد أيمن الكاشف مش معنى إذا رأيت نيوبا ليس بارزة فلا تظن أن ليس يبتسم مباراة النهاردة 90 دقيقة من الفرح والمرح والإثارة النهاردة بكرة بقى بكمل تقليد عشان صوتي بيتعبني طيب يا شباب انا بشكركم جدا على الكومنتات بتاعتكم ايه الحلاوه دي يعني ايه بجد الحلاوه والجمال دي طب نتقابل باذن الله المره الجايه يا شباب تابعوا اللايف وبشيروا وشير يا جماعه عايز ايه يا حبيبي ايه الحلاوه دي حلاوه ايه الجمال ده بس يا بابا انت بتجيب الكلام الحلو ده منين الكلام الحلو ده منين اما انت اكيد مش لاقي الكلام الحلو ده ما هو حبيبي الكلام الحلو ده لازم يبقى له موضوع حلو في حد حلو جابه وكتبه بطريقه حلوه علشان يتعرض على الناس الحلوه والنبي انت اللي دماغك حلوه
ولا يا ابني هتجيب لي الضغط والسكر كفايه الصلع اللي انا وارثه. قوم روح قوم روح. على فكره انا كده كده مروح. ايه انا قايم مروح. سلام. زي ما انت شايف كده الموضوع مش صعب خالص. هنا يعني احنا اللي بناخد الاعلان الممال بنوديه للناس بالظبط. انت كمان بتختار الاهتمامات، الفئه العمريه، التوزيع الجغرافي، وكمان بتختار مده الاعلان، عايزه يوم يومين اكتر اقل، كل اعلان وليه سعره، وطبعا كله بالفيزا. بالفيزا بالظبط. كل ما كان معك عدد فلوس اكبر كل ما كان ينفع ان انت تنتشر على السوشيال ميديا بسرعه الصاروخ. سيبك انت بس من الكلام ده. انت انظر. يعني ايه؟ يعني دي لونانكي؟ يعني انت يعني بصي انت ما فيش حد في حياتك؟ ايه ده؟ يعني مش ماشيه مع حد؟ ايه ده اتلم؟ اللي انت بتقوله ده يا اخي ما تنقي الفاظك. والله الموضوع عادي. قصدك ريليشن شيب يعني؟ ريليشن بش دي. ده بيخفيف تاني. لا خالص. ريليشن شيب يعني علاقه. لا يا سيدي ما فكرش في الموضوع ده خالص. هو شادي فين؟ بقول لك ايه؟ سيبك انت. هو شادي انظام. كمان شادي؟ يعني ما تسيب الناس في حالها. لا انت نظامكم ايه؟ لا 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 احنا بس مجرد اصحاب يعني مش اكتر. يعني انا وشادي بنشتغل مع بعض. شادي جه اهو. شباب ايه حب عامل ايه؟ خد يا بابا دخل ده جوه واعمل لنا بقى حاجه ناكلها. صحاب بقى يعني نحب بعض كده. ازيك؟ كويس. واضح اجابه جميله. كويس. مالك؟ مفيش. هتبقى انت وصاحبك؟ انا انت مال وصاحبي عمل لك ايه؟ خنقني كل شويه. مرتبطه بمين؟ انا مش مرتبط. اصل بابا، اصل ماما، اصل اصحابي، اصل انا فيلسوف. هايل. ايه المشكله يعني؟ واحد عايش لو بياخد ويدي. ايه عيبه؟ ياخد ويدي؟ ايه اللي يدخله في تفاصيل حياتي اصلا؟ مش هو بس غلبان والله العظيم. انت يا صاحبي يلي امنتك وحكيت لك ايه بيا. انا ندمان اني ما خونتك يا رب صاحب ليا. لا في ايه يا ابني؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا ابني؟ مالك يا حبيبي؟ بتصوت كده ليه؟ ده انا جاي بجري. انا افتكرت في حاجه. لا يا عم مفيش حاجه. مالك؟ ايه الاغنيه؟ انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ وايه الاغنيه العميقه اللي انت بتغنيها دي؟ ده مصدر لقيته على النت فقلت اعمله عشان بيقولوا بيفتح البشره. انا النهارده فضلت طول اليوم متضايق بسبب التليفون بس الحمد لله ربنا فرحني في اخر اليوم. انت فرحان؟ انت مالك فرحان؟ انت مالك فرحان؟ الحمد لله فرحان. مالك يعني؟ مفيش حاجه بس مبسوط ليه؟ مبسوط مبسوط. ايوه ايه اللي خلاك بقى تبقى مبسوط؟ انا ولنا ارتبطنا. ارتبطتوا؟ رجعنا لكم بعد السكتش ولسه في جزء تاني هتفرج عليه بس بتهيألي موضوع السكتش المره دي الغيره. هو في غيره ما بين يعني هو جاب الغيره ما بين صح الصديق والصديق التاني صدوقه. وفي كمان هي يعني في الاول خالص كان في لقطه بتبين ان هي كمان واضح انها بتغير وهو هم الثلاثه بيغيروا من بعض يعني. بس حسيتها لعبه الموضوع ان هم صاروا مع بعض انه عشان هو يحل عن البنت. اوكي ممكن عن البنت. مش عارف بس يعني عامه هي الغيره بتبقى موجوده شويه. لو انا حاطط نفسي مكان مثلا الراجل الصديق بتاع الخيار. لا بتاع الخيار ده بيتفرج على معاها كتير. اول شيء اول شيء اللي كنت ابغى اقوله ان هذا حق الخيار منتحل شخصيتي. اول شيء قاعد يسوي كل الماسكات اللي انا اقولها عليه. انت منتحل شخصيته وقولي لنا شو تسوي بالضبط وقاعد ياخذ الخيار. معليش انا حرفة على قضية. لا بس هو كوميدي عجبني وبياخد حتة من الزبادي وجوعان كان في نفس الوقت. فالغيرة موجودة اكيد. في الغيرة في غيرة صحية وغيرة غير صحية. فانا مش عارف هي الغيرة لسه ما وضحت لناش بقى يمكن الجزء التاني هيبقى فيه شوية اوضح الغيرة صحية ولا لا. الفكرة كلها ان هو شايفه بيعمل فيديوهات على الفيسبوك فهو غيران فراح سأل صاحبته ازاي بيعمل كده فهي بتشرح له ازاي ممكن تعمل
اللي هي السبونسرد ادز على الفيسبوك ولا انستغرام فتنتشر اسرع. بعدين راح هو داخل في موضوع ان هو عايز بيفكر فيها, فواضح ان هو بيحبها وغيره من صاحبه ان هو معاها. وبعدين لما قال له لا, هو ما كان واضح نوع او طبيعه العلاقه بيناتهم, فهو راح عم يسال البنت انه انت وشادي ها انه شو في, قامت هي ردت انه نحن مجرد اصدقاء. بس ما قال لك اوكي, قالت مجرد اصدقاء, فقال لك انا لسه عندي فرصه. أيوة راح بده يفتح بشرته زلمه مشان بس يقابله. بس رجع صاحبه قال له بقى انا ارتبطنا ببعض. فهو هنا بقى اتخض يعني. لنشوف هلا شو واتس كومينج نيكست. بس انا حاطط مكاني لحد دلوقتي, حاطط نفسي مكان الاولاني. اولا مش هينفع ان انا لو يعني مش عارف هو مدخل صاحبه في تفاصيل حياته الشخصيه اكتر من اللازم ولا لا. الفكره الثانيه كمان لو انا مكان الثاني يعني ما ينفعش يبقى صاحبي بيستأمني على كل الحاجات او يعني مقرب مني وانا اخون بالضبط. في ناس او في اصحاب شوي عينهم فاضيه, يعني لما يكون عندك شيء انت يحلى بعينك يحلى بعينه هو, يعني دائما يحبون الاشياء اللي ما تكون معاهم تكون مع الناس الثانيه. ف ما راح احكم عليه غير موضوع الفيسبوك والفيديوهات, موضوع البنت اللي شافها فالغيرة ده تزيد عنده. فإذا أنا كنت بمكانه ممكن خلص خلي صديقي يعيش حياته طبيعية وأشوف أني طريقي. هو ممكن يكون يخلي صديقه يعيش حياته طبيعية لأنه ما كان مطمئن, ما كان بيعرف, عم يستفسر أنه البنت هل هو مع صديقه ولا لا. ممكن الغيرة تولد شيء. لا لا نشوف وهنشوف أكيد في لسه جزء تاني هنشوفه. بس هي الفكرة كلها أنا حاسس إن في تويست هتحصل زي مبارح وأول مبارح تتركه مشانه مثلاً. يا سلام يا سلام, دي التويست اللي تتوقعها. ممكن كل شيء جايز يعني. سوري؟ كل شيء جايز. كل شيء جايز. كل شيء. خلينا نشوف الجزء التاني طيب ونرجع نحكي. فيلا بينا. مهم, المهم ان عدالة السماء هبطت على ملاعب باليرمو. فاهم حاجة؟ لا ولا عمرك هتفهم. انا النهاردة فضلت طول اليوم متضايق بسبب التليفون, بس الحمد لله ربنا فرحني في اخر اليوم. انت فرحان؟ انت مالك فرحان؟ انت مالك فرحان؟ الحمد لله فرحان, مالك يعني؟ مفيش حاجة, بس مبسوط ليه؟ مبسوط مبسوط. ايوة, ايه اللي خلاك بقى تبقى مبسوط؟ انا ولنا ارتبطنا. ارتبطتوا؟ ايه المشكله؟ مفيش يعني, بس انت ما سالتنيش يعني قبل ما ترتبط ومحسسني ان انا مش صاحبك القريب منك. هو يعني انا لازم اسالك؟ وبعدين المفروض ان انت يعني فاهم وشايف وعارف. انا اللي انا فاهمه وشايفه ان انا سالتها قبل كده قالت لي ان هي ما بتفكرش في الارتباط. ما هي فعلا ما كانتش بتفكر يعني, بس بني ادم بيغير رايه عادي. امين. عامه الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. انا هم امشي. ليه كده؟ راح فين يعني؟ هروح. انت مالك يا ابني؟ في حاجه ضايقتك؟ وهتضايق ليه يعني؟ ايه اللي يضايق؟ مفيش حاجه. مش عارف ايه اللي ضايق. لا طب يا بابا اقعد. بس اقعد. هتروح فين؟ لا يا عم انا هروح. يا حبيبي هتروح فين؟ ما انت قاعد مع شويه ناس في بيت شباب مش طايقهم ولا طايقينك. اقعد, انت بتبات معايا عادي. مش معلش, انا بحب اقعد مع الناس اللي مش صحابي. يا حبيبي اقعد يا بابا. سلام. سلام. استنى, طب اغسل وشك من الخيار. لا يا عم هعملهم سلطه. هتعملهم سلطه يا بابا؟ طب ابلغ عنه ده ولا اعمل فيه ايه؟ طيب شفنا الجزء الثاني والاخير من السكتش, واعتقد ان هو يعني بانت انه الغيره واخده منه شكل كبير. ولو انا كنت مكانه غيران, مفروض من الذكاء ان ما بظهرش مشاعري دي كده وما امشيش. حاول تغير الموضوع. يعني هو ما كانش ناصح او بهينها. هو الثاني عمال يسال, يمكن لسه متفاجئ انه صاحبه ماله. بس هي الفكره كلها انه باين قوي شعوره يعني. بس انه بهاي المواقف يعني راسا هو عرف انه صديقه غار منه, لانه على طول قام ويريد يروح وخلص يريد ينهي الموضوع. ممكن تحسي بغيره من اصدقائك بشكل معين في حاجه معينه ولا يعني مش عايزين نبان ان احنا الدبلوماسيين المثاليين؟ يعني اكيد الواحد هذا الشعور لازم يجي يعني, سواء الصديق او اي احد لاخ. بس مثل ما قالت مها انه من يشوفون مثلا مرات اشياء ناقصه بحياتهم, فلا شعوريا هو يبدي يغار انه ليش صديقي احسن مني بشيء او عنده شيء اللي انا ما اقدر اجيبه.
فهو كان بنفس الموقف انه ممكن هو يريد يرتبط بوحده ومدى يقدر، او يريد هي نفس البنيه انه ليش صديقي اشمعنى صديقي، فراح يجي هذا الشعور لا اراديا، بس هو اللي يقدر يتحكم به بعدين انه انا اشوف انه لو يبين على تصرفاته بالضبط او لا. أن لو هو كان صديقه من جد المفروض خلاص لما عرف انه صاحبه يبغى هذه الانسانه خلاص ستوب هنا يوقف، يعني ما له داعي يفكر او يزعل او خلاص، يعني اذا كان صاحبه من جد، اما اذا كانت يعني. بالضبط يبعد حتى لو كان في تفكير انه كان يبغاها. يعني اكو ناس حتى من يجيهم شعور الغيره للاصدقاء ما ياخذه بطريقه سلبيه او انه يصير حقد، ياخذه بطريقه انه يتشجع حتى هو يسوي اشياء تخليه يوصل لنفس الاشياء اللي صديقه وصلها. ما بعرف، في ناس للناس احكام، يعني كل واحد هو قادر يتحكم بمشاعره بطريقته، في ناس ما بتقدر، في ناس بتقدر تخبيها، وفي ناس ما بتقدر تخبي، يعني نحن ما فينا نتوقع نهايه لهذا الموضوع. يمكن بهاي اللحظه هو تضايق شوي، بس بعدين مع الايام يصير هو متصالح مع نفسه يعني. اما بالنسبه للغيره، الغيره موجوده عند كل انسان طبعاً. طبيعي الغيره هو احساس بالنهايه من ضمن الانسان، الاشياء اللي ما تتحكم بيها. بالضبط، ما فيك تتحكم فيها، بس فيك تتحكم فيها نوعا ما. ما فيك تقول انه هي ما انا موجوده عندك، هذا الشيء ما انه مزبوط، بس فيك تتحكم فيها بظهورها، تصرفها، لانه في نحن عندنا غيره حميده وفي غيره يعني خبيثه. فاوقات الغيره الخبيثه ممكن تؤدي لمناوشات، يعني ممكن تؤدي لحقد، ممكن تؤدي لمشاكل كتير. اما هذا بالنسبه لي انا ما شفته لا عمل شيء بيأذي ولا يعني خلص، مجرد هو شعور يعني. مجرد شعور يعني، هو حمل حاله وقام لانه تضايق، هو متضايق وما قادر يخبي هذا الشعور. فانا مع انه هو يقوم مشان ما يعلق بصاحبه، تتخلي غيرته تؤدي لشيء تاني، عمل كنترول على حاله وعمل مسحه من ناحيه الماسك تبعه، قام ومشي. بعدين بس يروق ويرتاح اكيد حيرجع لعند صاحبه بالنهايه ويقول له انه مثلا مبروك، اما كنت متضايق. هنا السؤال، هل هو راح يرجع ويكون عادي وانت صاحبي واوكي، او انه راح يعمل ردة فعل عكسية؟ هذا الحلو بالسكتش انه انت بتقدري تحطي هاي النهاية براسك، بس انه لو في شيء مثلا بده يأذيك، انه يمكن شفنا او المخرج حاول يعطي كم دليل معين انه هو بده يأذي، او اذا هو من الاول ما شكله بده يأذي، وصلت مرحلة انه هو بس شعور انه هو غيران بس ما رح يسوي شيء يأذي صديقة، ممكن توصل وياه انه هو يبتعد عن هذا الصديق او يطلع من حياته حتى هو ما يتأذى، ما يضل يحس نفس الشعور مثلا اذا شافهم هو والبنيه سوا او شيء، فحتى يتجنب هو الشعور. بس هي في نقطه في الفيديو كده مش عارف هي مخفيه، انا شفتها شويه انه هو كان مخبي وهي كانت مخبيه على صديقهم الثالث، يعني هي كانت بتقول له لا عادي احنا اصحاب، وهو في نفس الوقت قال له في البدايه او كان واضح ان هو مفاهم من صحابه انه هم اصحاب. طب انتوا ليه مخبيين لو في بينكم حاجه وفجاه فاجئت اعز اصدقائك؟ ممكن خايفين على مشاعره. طب لا، ما هو لو خايفين على مشاعره كان هيبقى حاسس اوريدي ان هو بيحبها او في حاجه يعني تجاهه، لكن هي الفكره كلها ان انتوا مخبيين. هي حتى هو سالها بوضوح، هو انت في حاجه بينك وبين الصديق شادي؟ او ممكن هي قالت له روح قول له هذا الكلام عشان هي يعني ما تبغى حتى ما يضل يسال، اندايركت توصل المعلومه ان يعني انا ما ابغاك يعني، او لا تفكر فيني يعني. النقطة بس بالنسبة لي انه بحس انه يعني في كلام كتير على هو امتى الواحد يتكلم عن حاجة هتحصل له وامتى ما يتكلمش. اكو ناس ما يحبون يحجون بموضوع غير عشان اذا حسد صار وكده. ماشي، بس هي الفكرة ما هما بين الاتنين شعرة خفيفة، بين ان انت تبقي مخبية وخايفة من الحسد، وبين ان انت مفروض تقولي. مفروض تقولي امتى يعني، هي الفكرة كلها. طبعا اكيد لو بتخططي الحاجه بينصح دايما وبيتقال دايما ما تقولش انت بتخطط داري على شمعتك تقيد هذا عندكم بس هي الفكره. ايوه، بس لو بقى حد سالك هو انت بتخططي الحاجه، هنا يحبذ ويحب ان او يحب يعني ان انت تقولي، لانه هي بالحاله اللي شفناها كان المفروض تقول انه اكو شيء بينها بالزبط. وبينه حتى هو يعرف ويصير عنده حدود للموضوع، خلاص ما يرجع يسال او يسوي. بس انت فهمتي انا اقصد ايه معها صح؟ انه يعني كتير مثلا ايه، لو انا فرض بشتري عربيه ولسه في اجراءاتها، ما اروحش ابادر بالقول، ما اروحش اقول للناس كلها انا بشتري عربيه، انا راح اشتري عربيه، لان ده كده انا بجيب لنفسي بالضبط. يمكن انا ما ابغى اقول بس لو جه حد سالك، لو جه حد سالك قال لك هو انت بتشتري عربيه،
هنا المفروض تقولي انا ماني مضطره انا اقول اي شيء انا ما ابغى اقوله. انت يمكن قصدك انه اذا قلت لا حتطلع كذاب. بالضبط انا قصدي كده يعني لو قلت لا بقى وطلعت جبت العربيه بعد كده. لا ما اقول لا بس في نفس الوقت ما ارد اذا انا ما ابغى ارد يعني. يعني انا اللي احط تخرجي زي الموقف لو حد جه قال لك انت تشتري عربيه تخرجي زي والله افكر ما ادري كده يعني انه يمكن مو لازم يعني جواب لازم لا لا ولا ايه بالضبط وبعدين حسب يمكن حسب العلاقة اللي ما بيني وبين الشخص اللي جاي يكلمني هل هو قريب مني علاقتي فيه عادية ماني مضطرة صراحة أنا أتكلم عن حياتي أو عن إيش بشتري إيش بحط إلا إذا أحد مرة صديقتي قريبة مني يعني موضوع الحلقة النهاردة بتتفرجوا على الماتش فين بتحبوا تتفرجوا مع الأصدقاء ولا تتفرجوا لوحدكم في البيت ولا بتلموا الناس عندكم في البيت ولا بتروحوا كافيهات أو مطاعم تتفرجوا فيها لأنه النهاردة مهرجان وسهر رمضان رائعة وهتلاقي كرنفالات في الكافيهات كلها والناس كلها عايزة تتفرج في كل حتة والجو حلو النهارده كمان مصر كيف بمصر كيف مصر كيف الاجواء ما شفنا ما شفت ولا فيديو ولعانه مش ولعانه كان هو اصلا الفكره كلها ان تحول من ليفربول الى منتخب مصر منتخب مصر بسبب محمد صلاح في فيديوهات اكيد شفتوها انت على السوشيال ميديا اما صلاح بيجيب جون في الدوري الانجليزي هيصة كان فعلا مصر جابت جون في كاس العالم يعني مش يعني بنفس الفرحه اللي تضاهي الاحساس فالنهارده اعتقد انه الكافيهات كلها وشفت اعلانات كتير محمد صلاح ومحمد صلاح هو لا يعني بقى حبيب ملايين بقى يعني هو لبست لك احمر انا اليوم ايوه قاعد انا مدريد بصراحه محمد صلاح بس انت عارفه انه كتير فيديوهات كمان لسه كنت بفرجك او بفرج ريم على فيديو لسه نازل يعني لو كنا نازل من بدري كنا الحين نلعبه لكم من اذاعه البي بي سي فيديو كبير جدا على ازاي جنسيات مختلفه جوه انجلترا بتشجع محمد صلاح ومستنيه محمد صلاح او هو خايف زعلان والله كريستيانو رونالدو متوتر حيقابل محمد صلاح اليوم انا بقول لك انا بقول لك انا بقول لك سامعني انا راجل لعبت كوره قبل كده هو عارف انا بقول لك احساسه ايه طبعا هو عارف انه نجم وكبير واسطوره وحقق ارقام قياسيه عديده بس انت برضو لو تحت حد هز العرش بتاعك شويه يعني سيطرتك منافسة. على الكوره يعني هو عارف من زمان ان هو ميسي في فجأة طلع له فكنا ناقصينك فنتمنى طبعا النهارده يخليه بعمل كده ويزعله مع ان انا بقول لك انا بحب مدريد جدا اكتر من برشلونه يعني هيخلي بيني وبين ريم الموضوع صار بدم دم مصري لا صار انه مصري وبيلعب عربي وبيجي طبعا ونهائي تشامبيونز ليج خلينا اصحاب ايه خلينا اصحاب هلا محمد صلاح عم يلعب ضد كريستيانو فهلا انت لازم تقلب ضده ونصير مع برشلونه انه لا ما بالظبط بس انا مش فارق معايا برشلونه القصه خالص يعني دلوقتي يعني ايه دخل برشلونه هم خليهم مش هتصير ضد مدريد لا انا مدريدي لا هو مدريدي يعني بس اذا مدريد ويا محمد صلاح اكيد محمد صلاح ما بينفع تكون مدريدي طب اسالك سؤال لانه هو حيلعب ضد محمد صلاح انت عارفه في الولاد كتير بيحبوا يسالوا البنات اسئله اللي هي بتبقى اسئله فيها محرجة. مش محرجة عشان بنات مش كتير بيفهم في الكورة فمثلا يقول لها لو ليفربول بيلعب مصر هتشجع مين؟ هو اصلا عمره ما هيحصل ليفربول بتلعب مصر فتلاقي البنت هنجح دغري قالت لك مصر ومحمد صلاح هيكون مع مين؟ ودي بتبقى اسئلة طب الاوفسايد تعرفوا الاوفسايد؟ يس بجد طب قول لنا الاوفسايد ايه؟ لما الاوفسايد اللي هي تسلل يعتبر لما اللاعب بيقطع خط السكوير تبع هذا بدون شكرا تفرج شاء الله لا بلا بيطلع خط بيطلع من خط شو بيقولوا الجزاء ايوه بدون ما يكون في بدون ما يكون في دفاع دايركت لإله انت قربتي وما يكون في دفاع دايركت لإله بس هي اجابه غلط ليش بلا الاوفسايد لما بيكون المهاجم ايه ورا المدافعين عند خط الجزاء او قبل من خط نص الملعب ممكن خط نص الملعب ايه بس انه انا دايما بشوف الاوفسايد دايما 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 من عند يعني خط برافو ان انت عارفه الفكره يعني اوفكورس اي دو بصراحه لهلا يعني كل مره بيسالوني ما بعرف كيف اني جاوب بس انه فهماني الفكره بشكل عام على بنشكركم مشاهدينا حلقه النهارده كنا اتكلمنا فيها في مواضيع مختلفه هنسيبكم دلوقتي ونشوفكم بكره في نفس الميعاد ونشوف التوقعات مين اللي هيكسب فاستمتعوا بالسهره الرمضانيه مع المباراه في موعدنا يا شباب بكره الساعه 6:30 يلا بينا مع السلامه باي باي يلا نروح ماتش يلا محمد صلاح